السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بقناة عالم الخيوط. اليوم إن شاء الله رح نعمل الشعر الكيرلي للبنوتة. بنحتاج كم شغلة. طبعا نحن رح نحكي ثلاث طرق نعمل فيها الشعر الكيرلي، بس هو في كتير طرق نعمل الشعر بشكل عام، بس نحن اليوم رح نحكي عن بس الشعر الكيرلي. الطريقة الأولى هي انك تجيبي مكب صوف وتشتغلي سلاسل عدد لا على التعيين، بعدين تطلعي غرز حشو غرز حشو غرز حشو، تضلي تعبي حشو رايح جاي لحتى تقريبا تخلصي المكب، او تقريبا بدك يعني شي 75 جرام، يعني اكتر من نص المكب. وفيكي اذا كنتي مثلا مستعجله بدك اياه هون، بعد ما تعملي هاي القطعه انتي راح تعرضيها شوي على حراره. ممكن انتي تعمليها بالسيشوار شوي، ممكن تحطيها تكويه، طبعا تحطي فوقها قطعه قماش تكون قطن، تكويه شوي شي خفيف، تعرضيها للحرارة وترجعي تركيها تبرد شوي وترجعي تعرضيها مرة تانية للحرارة. أو إذا ما كنتي مستعجلة عليها ممكن تتركيها مثلا يومين ثلاثة أربعة خمسة وبعدين تكريها. طبعا كل اللي اشتغلتيه رح تكريه وبهيك بيطلع معنا الشعر الكيرلي. الطريقة الثانية اللي أنا بستخدمها هي إنه نجيب الإبرتين، في ناس بتقولون سنارة سياخ، في ناس بتقولون إبرتين، يلي هني عبارة عن إبر التريكو اللي إحنا بنشتغل فيهم. طبعاً ما رح يبينوا على الكاميرا كامل، هدول إبر التريكو اللي إحنا بنشتغل فيهم. وفي ناس بتشتري سياخ بيقولون سياخ شاورما أو شيش أو هيك شي، يعني طبعاً هني خشب. ممكن الطريقة اللي رح تعملي فيهم أنتي هدول، ممكن تلفيهم عليهم تحطيهم بالفرن، طبعا فرن هوائي، او ممكن تكويهم، او ممكن تعرضيهم على سيشوار طبعا يكون الهواء ساخن، وممكن تعمليهم بالليس، ليس الشعر كمان. انا بلفهم على هدول السياخ، سياخ التريكو، وبكويهم شوي بالمكواية. هلأ رح أفرجيكم الطريقة. والطريقة الثالثة يلي هي آخر طريقة وفي ناس تعتمد عليها كمان، طبعا أنا ما كتير حبيتها، هي المكب نفسه مثل ما هو نفك الفتلات عنه. طبعا أنا الخيط اللي استخدمته بونبون لوكس، هذا هو. ممكن أنت تفكي الفتلات هيك بهي الطريقة، طبعا ما حبيته أنا كتير إذا نفك لأنه فتلاته شوي غير. ممكن تستخدمي الكوتون جولد أو ممكن تستخدمي الإليزي كوتون جولد. رح فرجيكم، عفوا الإليزي ديفا، هاي الإليزي ديفا. لو حاولنا نفك الفتلات طبعا شوفوا كيف رح يطلعوا بشكل كيرلي. طبعا هي بدها صبر كتير، هي المهم يعني رح يطلعوا بهذا الشكل كيرلي. ممكن الكوتون جولد يصير احلى لانه اسمك. انا الخيط اللي استخدمته عندي هو البونبون لوكس، طبعا هذا كل مرة تقريبا بستخدمه مع الشعر، وفي بيشبهه كتير بوليانا لوكس دول كتير، يعني حتى ما في فرق. ممكن البوليانا اسمك بشي كتير كتير بسيط. طبعا هلأ احنا رح نلف شوي. انا طبعا لفيت تقريبا 20 سيخ.
هاي رح أبدأ، رح أحاول ثبت بس الطرف هاي ولف شوي، وبعدين كفي اللفات طبعا بلف هيك، وآخر شي أنا لازم رصهم شوي على بعض هاي الطريقة، لازم أنا أضغطهم بس أقرب شوي هيك بيساعدني أكتر هيك. طبعا لازم تحاولوا ترتبوهم منيح، يعني مثلا ما نخلي الفتلات يجوا على بعض هيك، لا نحنا رح نخليهم يكونوا مرتبين وبعدين نكبسهم على بعض هاي الطريقة. طبعا هي بتاخد وقت كتير كمان، ممكن لو في حدا يساعدك انه يلف الشعر معك وانت تكوي كمان هيك رح تسهل عليك كتير، لانه رح تعملي عدد منيح من الاسياخ. طبعا هدول الاسياخ تقريبا عملت منهم 20 سيخ، طبعا اشتغل كل كم سيخ واكويهم ارجع فكهم واكويهم. هلا رح فرجيكم بعد الكوي، رح خلص انا هي دور الكاميرا وارجع مشان نكويهم. هاي انا خلصت اللف، ممكن استعير بشي حطه تحت المكواية. طبعا هون انا عقدت الخيط، هلا بالكوي بدنا نحط السيخ بهاي الطريقة طبعا، والمكواية بدنا نروح ونجي. طبعا ما بنضل بنفس المنطقة، لا نحنا رح نمشي شوي شوي حتى الخيط ما يحترق او ما يلزق هيك. طبعا بعد اول مرة بنتركه تقريبا شوي لحتى ما انه يبرد، لا شوي شي خفيف، وبنرجع بنعيد الكرر عليه. طبعا المكواية حرارتها تكون عادية، ما تكون كتير. شوفوا الخيط لسا مثل ما هو، يعني ما احترق او شيء، لانه في خيطان ممكن تلزق، بس لا انا حبيت هيدا الخيط كتير. طبعا نتركه شوي براد. هلا بعد ما برد الخيط هلا نحنا بدنا نفكه، هاي بنفكه شوي بنحاول نقربهم من النهاية هيك. بعد احيانا شوي بعلق، بتكون مثلا شدينا شوي ايدنا، طبعا هو حاولوا ما كتير تشدوا ايدكم، بنرجع بنفلته شوي من الاول للاخر، وبنرجع كمان من الاول للاخر. شوفوا كيف صار، هي صار معنا الشعر كيرلي. طبعا هي اللي عملتهم، هي اللي عملتهم انا. هلا مشان القص، طبعا انا معيرت ممكن الشعر وقت اللي نشيله من المكب عادي من قصه على دفتر او على طول معين. الشعر الكيرلي لانه ممكن شي يطلع اطول من شي، فانا بمسك بدون تحديد، مثلا لو اعرف قديش ممكن ان قديش بدي يكون طول الشعر، فبالتقدير بمسك مثلا هيك.
طبعا الشعرة بعد ما تمسكيها من فوق أو تركبيها رح تصير أطول شوي، وهيك بتقصوا الكمية كلها حسب تقديركم أنتو. أنا رح أقصهم كلياتهم، قص الشعر اللي عندي ونرجع حتى نركب الشعر على اللعبة. هلا رح نحط مكان تحديد الشعر. بالبداية هون منا تناقص كامل لكل الغراز، هون تناقص بكل الغراز، 1 حشو تناقص، 2 حشو تناقص، 3 حشو تناقص، 4 حشو تناقص، 5 حشو تناقص، 6 حشو تناقص. رح نركب أول سطر رح يكون بين الخمسة والستة حشو تناقص، يعني بهيدا الدور. رح حاول أنا أعلمه شوي، ما بيأثر لأنه الألم الرصاص بيروح. تمام، هيدا الدور. طبعا أنا بس عبيت وحدة رح يبين معي الدور كامل. تمام، هلا بما اني انا عبيت لهون رح حدد انا النص. تمام، هي النص، تزايدات هدول والتزايدات هدول. طبعا التزايدات مبينين عندي غرزتين غرزتين غرزتين. تمام، هي تزايدات وهي تزايدات هيك. طبعا لاحظوا شوي هون صايرين ابعد من هون، لهيك نحن رح نحاول نخليهم جنب جنب بعض، يعني هيك. هي نقطة المنتصف، منروح خط مستقيم هون وخط مستقيم هون. تمام، هدول رح ننزل فيهم لتحت. تمام، رح ننزل فيهم هيك. طبعا ما ننزل كتير، يعني شي مثلا مقابل الرمش. تمام، هي مقابل الرمش عدينا 1 2 3 4 5، بالسادسة تقريبا فينا نقول، او ممكن ابعد شوي حسب مثلا هيك. لا رح تكون ابعد تقريبا بالثامنة. خلينا هون نحط الاذنين، نروح هيك. طبعا كلياته رح يكون حسب نظركم، هي تقريبا الرأس، وهون الطرف الثاني، عفوا هيك، هاي الطرف الثاني. هلا طريقة تركيب الشعر، طبعا انا شرحتها فيديو قبل بس رح نعيدها. رح نحاول نخلي الشعر من المنتصف بالشعر الكيرلي، ما ضروري. طبعا رح اعبي انا هاي المنطقة غرزة غرزة، احنا ما رح نعبي الشعر كلياته غرزة غرزة، لا رح نعبي كل منطقة شكل. طبعا هاي انا بدخل الابرة بالغرزة للغرزة الثانية، بطلع طرف الشعر اللي حددته انا بالنصف، وهيك باخد الشعرة وبدخلها بالمكان الاصلة له هيك. هاي بعدين راح ادخل انا بنفس المنطقة للغرزة الثانية. طبعا لانه بناخد غرزة غرزة هاي الطريقة، بس بالشعر الكيرلي انا راح اخلي هاي اكتر حتى الشعر ما يرتخي فورا معي. ما بعرف هو اذا مع الايام رح يرتخى او يفك. انا رح كفي هاي المنطقة ورا الكاميرا وارجع لكم لحتى نكفي الباقي. هاي المنطقة اللي نحنا حددناها. هيك انا ركبت الشعر من الامام، هاي المنطقة بس، وهدول الخطين اللي حددناهم على جنب من هون ومن هون. ضل عندي هاي المنطقة
اللي ورا. هاي نحنا ما رح فينا نعبيها وحدة وحدة، رح يكون الشعر كتير كتير غزير. أنا بعبيها بهاي الطريقة، ناخد الخيط اللي عنا، طبعا رح أعبي تقريبا 3/3 أو 4/4 حسب ما تشوفوا أنتم مناسب. مثلا هاي رح أدخل بالإبرة، رح نترك تقريبا السطرين، نطلع بالسطر الثالث، ناخد هلا الشعرة ونركبها مثل ما بنعرف. نحن بنكفي هيدا الدور كله بهي الطريقة. طبعا فيكم تتركوا عدد الأدوار أكتر. هلا أنا رح كفيهم لوصل للطرف الثاني. بعدين أنا بدي كفي لفوق كمان، رح أدخل بالغرزة هاي نفسها اللي نحنا حطينا فيها الشعرة، رح أترك هالمرة 3 سطور بجيب الشعرة وبعبيه بهاي الطريقة، وبكمل أنا كمان نفس الدور. بعدين بكفي كمان، برجع بطلع بترك أدوار وبطلع باللي بعدهم، نترك دورين، نترك 3 أدوار حسب كمية الشعر اللي عندكم. رح كفي أنا، رح كفي كل الرأس، ركب كل الشعر اللي عندي أنا على الرأس بهاي الطريقة. طبعا هاي بس بنعملها من قفا الرأس. هيك رح فرجيكم النتيجة النهائية. هيك انهيت انا الشعر هاي من ورا محل ما نحنا ركبنا، هيك رح يكون. طبعا يعني ما كتير مبين، هو عادي ومع هيك غزير كتير. هاي الشعر الكيرلي، طبعا عدلت شوي انا بتم على حسب على طلب صاحبتها. فيكم تحطوا شوي للخدود. هيك نحن بنكون خلصنا شعر الكيرلي والرأس والملامح. ضل عنا تثبيت الرأس بالجسم. ان شاء الله بالفيديو الجاي رح نعمل الملابس ونثبت الرأس بالجسم. وهيك بيكون خلصنا الفيديو، وان شاء الله يكون الشرح كويس، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.